تكن المجزرة الأولى التي يقوم بها هذا النظام المجرم، بل هي مجازر ومجازر ومجازر، وفي كل يوم تظهر مجازر جديدة، وهذا ما أسعفه الكاميرا حتى ظهرت، أما ما خفي كان أعظم. هناك مجازر كثيرة جدا لم تظهر بعد، النظام مستمر في مجازره حتى يأتي من يردعه أمام هذا الصمت العالمي المتخاذل أمام دماء هذا الشعب. إذا أنا لم أعلم فمن يعلم إذن؟ نحن أهل الثورة ونحن القائمون على هذه الثورة ونحن الذين شاركنا بها نأسف لهذه المناظر التي نراها على شاشة التلفزة ويراها هذا العالم بأجمعه وهو صامت لا حراك له. صار قطعنا بيجو 100 زلمه، قطعنا 100 زلمه امبارحه لهون الساعة 4 وصلنا على الصبح، من الساعة 4 من امبارح لهلا على فرد قصفي. احسن لنا ندخل عشان نعرف شو في شهداء. ومن امبارحه سبع اربع قتلى، اربع شهداء امبارحه. القتلى القتلى اللي عم بتنزل، الشهداء اللي عم بيسقطوا، مستحيل اي انسان يقدر يوصل لعندهم. اي انسان بيوصل لحتى يسحبه بيكون صار ويسع عليه ذبح ذبح مو طبيعي. Thank you.